أكدت وأوضحت مصادر إعلامية هولندية وإيطالية أن قائد ونجم آزيت ألكمار تيون كوبمينيريس أصبح هدفا حقيقيا لفريق ميلان، والذي من المتوقع أن يكون المدرب الألماني رالف راغنيك مدربا له في الموسم المقبل. مع رالف ستتغير الخطة إلى 4-4-2، وسيكون على رالف جلب لاعب وسط ميدان بخصال مختلفة عن إسماعيل بن ناصر وفرانكيسي وكرونيتش. رالف اقترح اسم الهولندي تيون كوبمينيريس للعب في مركز اللاعب رقم 6 المعروف في إيطاليا بالريجيستا. كوبمينيريس هو أفضل لاعب في الدوري الهولندي لهذا العام رفقة التركي أركان كوكوتشو المتألق في فينورد روتردام. ما يميز اللاعب الهولندي على غيره هي قدرته العالية على تغطية جزء كبير من منطقة الوسط، كما تبينه وتوضحه صورة تمركزه خلال هذا الموسم. بالإضافة إلى الطاقة التي يمتلكها على مستوى استقبال وتوزيع الكرات في شكل تمريرات قصيرة، الأمر الذي جعله يمتلك نسبة عالية من الدقة على مستوى التمرير 87%. والملاحظ أيضا أن جل هذه التمريرات كانت تذهب إلى الأمام نحو الهجوم، تمريرات هدفها الربط بين الخطوط تقريبا في حدود 75 تمريرة ناجحة في الدوري الهولندي فقط. من بين الخصال الأخرى التي جلبت الانتباه هي معدل المراوغات المرتفع 59 مراوغة ناجحة. كوبمينيريس بفضل ساقه اليسرى القوية تمكن في أكثر من مرة من ربط الكرة من الدفاع مباشرة إلى الهجوم. من العادي بل من الطبيعي بالنسبة له أن تصل الكرة إلى زميله البعيد عنه مسافة 40-50 متر. دفاعيا أيضا الأداء ممتاز، 79 عملية تعطيل لسير هجمات المنافس، 38 عملية افتكاك مباشرة للكرة، صنع 48 فرصة في 2217 دقيقة، 11 هدف من بينهم 9 ركلات جزاء ومتخصص و2 أسيست. مركز الريجيستا غني عن كل تعريف في الكرة الهولندية، مع قدرة هائلة للاعبين على التأقلم مع أي طريقة لعب 4-3-3 أو 4-4-2 أو 4-2-3-1 أو كذلك الجديد 3-4-2-1 كما نشاهد ديرون مع أتلانتا. هل يكون تينو كوبمينيريس هو نجم الوسط القادم في ميلان الجديد؟